نتائجنا بالمكسيك؟ شوف، هي لها وجهة نظر مختلفة حقيقة. طيب. منشوفها بأثناء الحدث عندك تصور، منشوفها الآن تتغير وجهة. يعني شلون؟ شوف فريقنا من تنظر الآن، يعني الفريق من دي لعبنا أول مباراة أمام برغواي اللي هو أمريكا اللاتينية، سجلنا أحمد الله يرحمه من حسب ولغى الحكم، من حسب اللي هو الدقيقة أعتقد 45-46 هيك. هو هذا في عالم كرة القدم لازم تنتهي اللعبة وبعدها ممكن تصفر طبعا. بس تدري هناك كأس عالم تجارية يعني يردون الفرق اللي عتها حضور اللي عتها اسم، حتى الناس تستقطب، العراق ما عنده أحد، فكان دائما تحكيم مع الفرق الكبيرة. المباراة الثانية أمام بلجيكا، بلجيكا رابع كأس العالم، قدمنا لهم مستوى طيب، ضربة جزاء وسجل هدف علينا، وسجلنا هدف ممكن هدف اليتيم في كأس العالم الكابتن أحمد راضي، وما كنا نصير سهل لفريق بلجيكا اللي صار ترتيب الرابع بهذا بالضبط الموضوع. بالبطولة نفسها. المباراة الأخيرة أمام المكسيك، المكسيك البلد المضيف، البلد صاحب الأرض اللي منظم البطولة، كنا ند قوي جدا، قلت لك نشوف المباراة الآن ما تحس انه الفريق هذا عنده هكذا نجوم وهكذا لاعبين والصور كان مدربهم بورا اللي درب الكرة العراقية ضمن تصريحاته اللي قبل المباريات، يعني على الوضع النفسي، قال اليوم سأخرج جميع فنون كرة القدم أمام فريق العراق، يعني يستعرض بينا أمام الكرة العراقية. بالعكس كنا ند قوي، وحتى الهدف مالته كان ممكن يعني بالزاوية الميتة كان ممكن الكابتن فتاح من باب الطرفة، فتاح قلنا يا فتاح هاي يمك ليش عجب ما طلعته، قال هاي يضرب من صدر شق الصدر غير اي فخسرنا 1-0 وبصعوبة، كان صحيح. ممكن نتعادل معه. انت بوقتها نزلت اساسي ذكرني، مبارتين الاولى كان كابتن حسين سعيد اي طبعا، ولا تنسى احنا في اثناء البطولة الكابتن عدنان درجال طلع من البطولة بسبب الإصابة، كذلك الكابتن حسين سعد تأهلهم ثقلهم وضحهم يعني الفني والنفسي. أبعدوا ليش أبو غيث أخطأ طريق الهدف في كأس العالم؟ ما تكررت تجربة أني هدف يعني، بس هدف الوحيد لبلجيكا يعني لأحمد راضي على بلجيكا ما صارت فرصة. إحنا مشكلتنا ما كان إعدادنا بمقدار البطولة السابقة، يعني إحنا بالمعسكر دخلتوا هاي معسكرات كابتن؟ لا إحنا رحنا المكسيك برازيل، غير المدرب أفريستو لعبته في بغداد ويا فلامينغو ويا الدنمارك مو اعتقد اي بالضبط اعداد كان لكاس العالم بس ما كانت ترتقي الى مستوى كاس العالم، يعني خصوصا ايام معسكر. انا قلت لك انا تقريبا 40 يوم قبل البطوله هناك وتغير بالجو، نسبه الضغط وارتفاع مستوى البحر اثر بشكل كبير على يعني نفس اللاعب بحيث لازم تتاقلم، فما ارتقينا الى مباراه تليق في كاس العالم. يعني كنا مثلا نلعب تقريبا فرق شعبيه، يجونا مؤسسات او ما ادري شنو، رغم النديه اللي كانت يعني اثناء اللعبات الثلاثه اللي ذكرت لي اياها الكل يعرف. قلت لك لو شوي بلجيكا برغواي مباراتنا امام فرق جماهيريه وامام جمهور ربما كان افضل. بالضبط يكون عندنا تعود افضل أو تستوعب اجواء كاس العالم بهذا الموضوع، فشكل يعني هذا موضوع. الان قلت لك تنظرها بشكل اخر، ايام ما تنظر لها بالبطوله كانت عندنا يعني كان اكو قرار اداري انه يجب ان ترشح الى دور ال 16. دور 16 مو سهل يعني انت ممكن يعني هو كان طموح كبير جدا في وقتها انه احنا نصعد الدور ال 16 الثقه المفرطه بالفريق وكان فريق جديد انه ترشح لك فعلا، فاحنا حتى ما خسرنا قلت لك ما كنا فريق سهل.